أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبوكا. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، معانا كيبورد يبدو أنها كيبورد محترمة، صاحبها ساعة ان هو صلحها ما يرمهاش ويجيب غيرها، فطبعا هي مش شغالة، فقال لي ان السلك بتاعها زي ما احنا شايفين كده مقطع من هنا ومقطع من فوق اهو اهو يا جماعة. طبعا دورنا احنا على السلك كده حتة حتة عشان ندور على احتمال يكون في قطع تاني ولا حاجة، الحمد لله مفيش احتمال يكون السلك مقطوع هنغيره، بس اهم حاجه ما يكونش السلك كمان مقطوع من الداخل، هتبقى ايه، هنشوف بقى المشكله دي وممكن نحلها ولا في اي حاجه. طبعا احنا هنقطع طبعا الجزء ده اللي بايظ من هنا لهنا، احنا هنقطع من بعد القطع دوت كده اهو يا جماعه ونفكها ونشوف هنوصلها ازاي، هل الاسلاك كلها راكبه ولا الاسلاك كلها او فيها بعضها مقطعه، وازاي هنتعرف على الاطراف سن يعني فرده فرده عشان نقدر نوصلها صح وتشتغل باذن الله. افك بقى المسامير دي كده، فيها بتاعها يعني داخلين على فوق ال 20 25 يعني كتير، اهو افك بقى كده يا جماعه وارجع لكم بقى تاني. طبعا يا جماعه لو طلع السلك كله بايظ، لو احنا عندنا حاجه مشابهه او بوردة تاني او كيبورد تاني من نفس الماركة ونفس النوع ممكن ناخد الاسلاك عشان ما يكونش يكونش الالوان مختلفة او الاسلاك مختلفة. زي ما احنا شايفين كده هنفك كده يا جماعة، ونخلي بالنا لما نيجي نفكها عشان المفاتيح اللي تحت لو وقعت هيبقى صعب علينا وضعها لانها مش لازقة، دي عبارة محطوطة حط كده يا جماعة، فنخلي بالنا من حكاية فكها بالذات. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة ادي الزراير، طبعا دي ضواغط احنا شايفين كده اهو، دي ضواغط مجرد بس حتت مرتفعة كده بلاستيكات يعني دي ما بتوصلش حاجة، ومن تحتها دي الضواغط اللي احنا بندوس عليها من بره او المفاتيح الارقام والحروف وما الى ذلك، دي مجرد يا جماعة يعني بلاستيكات بس بتضغط على المفتاح الرئيسي. طبعا لما نيجي نحط دي نحطها كل واحدة على المفتاح او الخاص بيها او يا جماعة، لانها واخدة زي ما احنا شايفين واخدة شكل المفاتيح اللي تحت. بعد كده يا جماعة زي ما احنا شايفين نخلي بالنا اهو كده علشان طبعا ما تتفرطش المفاتيح وتضيع، زي ما احنا شايفين السلك المقطوع. طبعا دي المفاتيح، المفاتيح الرئيسية لو انت حتى استخدمت ايدك كده هتشتغل من غير الجزء ده، من غير الجزء اللي هو الايه البلاستيكات دي، لو انت دوست كده اهو كل نقطة من النقطة دي والطرق والاسلاك دي المفاتيح، ودي اللي يعني هي الدائرة الالكترونية بتاعت المفاتيح بتاعت الكيبورد. طبعا في بوردة كده زي ما احنا شايفين اهي، وادي السلك اللي احنا قطعناه اهو يا جماعه واصل للجاك ده زي ما احنا شايفين كده. طبعا احنا ممكن على حسب طول السلك يعني ممكن نقطع من هنا، ممكن نلحم في البورده لو ما فيش الجاكات ديك، والاحسن اننا نلحمها في السلك عشان احتمال لو جبت سلك تاني مثلا اوصله بالايه بالجاك ده، او ان انا الاقي سلك بجاك زي ده. طبعا في عده هنا احمر وابيض واخضر واسود واسود اهو. احنا طبعا هنعري السلك، اولا هنشيل ده يا جماعه اهو كده، طبعا ممكن ايه عشان ايه ما نخسرش كتير من الـ الكيبورد، ممكن نقطع من اول مثلا، طبعا هنا مقطوع فلازم نقطع ايه من هنا كده اهو كده يا جماعه كده، وهقطع انا ايه واطلع دي كده عشان دي اللي هتمنع خروج بقيه السلك، هحاول اوسعها بقى شويه علشان ايه ادخل السلك دوت جواها
اعمل العمليه دي بقى كده يا جماعه وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه خلعنا الحته دي، خلعنا السلك اهو كده، وحطينا اهو كانت دي كانت بره كده، وهنحط السلك من هنا اهو كده يا جماعه، اهو كده كده اهو، عشان برضو ناخد البتاعة دي الصدادة دي وتمنع خروج السلك. بعد كده يا جماعة هنعري بقى السلك ده، ونعري السلك ده، ونوصل كل لون بلونه. أعمل العملية دي بقى يا جماعة وأرجع لكم تاني. زي ما شايفين يا جماعة خلاص عرينا السلك اللي جوه وعرينا واللي بره اهو، وأصدرناه يعني حطينا له قصدير كده على السن عشان يلحم معانا بسرعة، وهنجيبهم كده قصاد بعض اهو، ونفضل نلحم ايه واحدة واحدة، السودة مع السودة والحمرة مع الحمرة والخضرة مع الخضرة اهو كده اهو كده يا جماعة. اهو كده نكمل بقى في الباقيين، كمل في الباقيين بقى دولك وارجع لكم تاني. خلاص يا جماعة لحمنا كل سلكة بلونها، الأحمر مع الأحمر والأبيض مع الأبيض والأسود مع الأسود والأخضر ده أو الأخضر الخفيف مع بعض. عندك اسمه دوك، عندك مكرونة اديهم مكرونة كده واعزلهم عن بعض، ما عندكش شريط اللحام بيكفي، عندك شرينك حطيها شرينك، المهم تعزلهم عن بعضهم. أنا طبعا عندي شريط اللحام بيمشي في كل حاجة يعني أهو، همسك بقى كده ايه واحدة واحدة اهو كده يا جماعة، والف كده اغطي اول واحدة، تاني واحدة اجيبها جنبيها كده، طبعا ما يكونش حتة عريانة عشان ما تلمسش في بعض اهو كده اهو يا جماعة. التانية اجيب التالتة او السودة اهي كده، واروح لففها هي التانية، كل واحد يعمل اللي عنده المتوفر عنده اهو. وادي الحمرة كده اهو اهو، خلاص يا جماعة اهو ركبناه. هنرجع بقى نركب، نمشي السلك كده مطرح مكان ماشي، دي طبعا هتكون هناك اهو اهو، والحتة دي طبعا نحاول نغطي نشوف لها حتة نبيتها فيها. شوف هنجيب بقى الجزء اللي تحت ده ونتأكد كده ان ايه كل زرار على زراره بالراحة كده اهو كده يا جماعة كده. شوف الناحية التانية طبعا نحاول نشوف من تحت كده لا تكون في واحدة واقعة، واحدة مش في مكانها اهو. شفت انا كده يا جماعة. بعد كده اجيب بقى ايه الكيبورد ده اللي هو الجزء ده الغطا ده يا جماعة، ونحطه عليه كده اهو اهو يا جماعة. شوفوا الجزء ده طبعا عايز المعاملة بالراحة علشان مفيش حاجة تقع، وكل زرار على زراره او كل حتة من البلاستيكات دي في مكانها اهو كده. ممكن لو نحط حاجة من على جنب هنا كده جنب مع الطرف عشان الزرار تسقط لتحت اهو كده اهو كده يا جماعة. بعد كده نجيب بقى بالراحة ونتأكد من الوضع، طبعا اللومة دي اهي ومكانها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نجيب كده يا جماعة بالراحة اهو اهو كده يا جماعة، ونتأكد ان هي عملت في مكانها. نجيب بقى المسامير ونثبتها. خلاص يا جماعة قفلناها نص تقفيلة من ورا، يعني انا ما قفلتش المسامير كلها من الظهر طبعا لسبب انا عايز اتاكد ان المفاتيح في مكانها، مفتاح المفاتيح كلها شغاله اهي بتنطر يعني بترجع تاني كده، فالحمد لله المفاتيح مش ساقطه. نكمل بقى فيها ونقفل بقيه المسامير وارجع لكم تاني. خلاص يا جماعه، وفي ملاحظه اخيره، خلي بالكم من المفاتيح يا جماعه، تكون المفاتيح دي مقلوبه كده اهو كده علشان ما تقعش ونتلخبط ونعرف
الترتيب الصحيح للأحرف ديك، نخلي بالنا من العملية ديك ونتعامل معاها برقة وبالراحة، ما يكونش فيه عنف ومفيش تحريك جامد، عشان أقدر أشوف إيه إن المفاتيح ما تتحركش من مكانها، عشان ما تجيش اليه مطرح اللام أو الخمسة مطرح الواحد ونتلخبط وتقرفنا. أرجو أن أكون قلت حاجة مفيدة، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.